كم قصة عروس في الدلم وشلون طريقتها؟ شلون يجون من صلاة طبعا قبل بيوم بيومين يجيبون رمل رمل زي رمل ثمامة حمر أيوة ويرشونه بالموية أيوة ويطلع رطب هم يحطون عقود لمبات مثل هذه أيوة. ثم يحطون جار طويل بلك وحصى ويشبون الضيان ويصفون عليها الدلال ما شاء الله والزنجبيل والشاهي والغجر والنعناع ويحضرون الناس العادة هي بعد المغرب أو بعد العشاء وهم يجي الطباخ يذبح قعود ولا قعودين ما شاء الله لحم جمل ينذبح ثم الطباخ عندنا يطبخ وفي قدور كبار مرة الطباخ من المغرب يجي ولا قبل لا لا يجي قبل يجي تقريبا من العصر طبعاً الظهر تنحر الذبايح اللي هي القعود القعود أي ثم يقطع ويصلح لأن القعود يحتاج إلى طبخ أكثر ست ساعات سبع لا يعني تقريباً أربع ساعات وفيها ثلاث ساعات فيما يقطع فيما يزين ويجي واحد يقال له الله بخير ابن عون وابن حميد ناس مشهورين في الطبخ الزين الموية الكادي والورد فيه ما شاء الله والنثري والزبيب وشغل من أبدع ما يكون نعم ثم سلمكم الله لأن الجو بارد ورمل وزل حمر ومراكي الله الله وعقود هاللمبات وإذا كان فيه عرضة ولا فيه مثلا سامري ولا شيء ثم هالطيب يمر على الناس ويتطيبون ولين صلوا العشاء وجلسوا وسمروا وقعدوا سلمكم الله تجي شيء يسمونه الدخلية المعرس يجي معه هلا ويمشون في سيارات ويضربون بواري طا 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 ويولعون الفليشر أنت يا المعرس الزفة مع هلا زين الناس البعيدين ما يجونهم في البيت يجون قبل العرس تقريبا حدود بثلاثين متر أربعين متر يلبقون على جنب صفون ينتظرون ينتظرون من يوم يجي الموكب يلمون ذول معزولين يجتمعون لين جو الناس أهل العروس خلاص الطيب جاهز يو حطوا طيب يعني يعج يعج نعم وعلى طول قهوة ما يحط شاهي قهوة وعود ثم يرحبون بالضيفان تفضلوا ثم تفضلوا على العشاء هذا بعد ما يسلمون عليه ولين تعشوا جن نعناع والشاهي الأخضر الله الله الشاهي الأحمر واللي عاد ودهم صار في العرس مثلا في كذا كذا نعم. طبعا الحريم يصيرون في نفس البيت بس انهم في السطح وعقود اللمبات والدنيا ويجي المويه البارده يجيبون قوالب ثلج هذه كبرها من كعكي من الحكير ثلج اي ويصير بارد ما احسن من يحطونه في غضاير غضاره كبيره غضاره والناس تشرب فكانت يعني لا ريحه الرمل وهو مرشوش وبعض الناس طبعا يطلقون برشاشات وذا وح يوقفوها الحمد لله ولا ريحة انت يا شو اسمه الطبخ اللي بال على على السمر ولا على السمر اي الله الله والله الله شغل يعني من ابدع ما يكون ما يحطون كلفه ما في سلطه ما في فاكهه ما في مويه صحه ما في بيبسي كل ذا الحتي ما في رز نثري وعليها الكشنة وبس صلى الله وبارك وصلى الله بارك حتى جريش قرصان ما في ما في مره ابدا كبسه هم يجي الرجاجيل ويدخلون العشاء يخلصوا هذا الرجال دخلوا على الحريم على الساعه 11 ونص الله الله. تعشوا ثم ياخذوا لهم اربعه اشواط خمسه اشواط ثم خلصوا وبس